السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يمكن لأي كان في هذا العالم أن يتجاهل المشهد المسيحي المشرقي التاريخي في دمشق بالأمس. الكنائس الشرقية كما الغربية قالت كلمتها وبعثت برسالتها لمن يعنيه أمر المسيحية والمسيحيين في هذا المشرق. كان من الطبيعي أن تثار غرائز الشياطين وأن يجن جنون بعضها وتخرج عن السيطرة في تعليقاتها وردود أفعالها. ماذا بعد هذا المشهد التاريخي المسيحي في دمشق؟ وماذا عن الموقف والدور المسيحي في المنطقة؟ ماذا عن لبنان أيضا وقانون الانتخابات العتيد؟ وهل طويت صفحة القانون الأرثوذكسي كما يقول البعض لمصلحة قانون مختلط يجمع بين النسبي والأكثري؟ هذه القضايا يسعدنا أن نطرحها مع ضيفنا نائب رئيس مجلس النواب السابق الأستاذ إيلي فرزلي. أهلا وسهلا فيك دكتور الرئيس. أهلا بسعد صباحا. أول شيء تهانينا للتنصيب البطريرك الجديد للطائفة الأرثوذكسية لكل اللبنانيين. شاهدناك بالأمس في هذا الحفل وهذا المشهد الجامع في دمشق تحديدا. برأيك ماذا يعني أولا من حيث الشكل وهذا الاجتماع المسيحي في دمشق وفي هذا الوقت؟ الحقيقة من الممكن أن يقال الكثير عنه، لأن خلينا نقول كلمة أنه بالتوقيت الذي جرى فيه. أما تنصيب بطرك جديد للكرسي تبعا لأسلافه العظام في التاريخ فهذا أمر أيضا طبيعي، لأنه كلما ذهب منا جيل قام جيل، وبالتالي الحمد لله قام منا أواخر تمموا أوالي، وسد جيل مكان جيل لله من سابق وتالي. وبالتالي البطرك يوحنا العاشر هو شخصية حقيقة على المستوى الشخصي استثنائية لمن يعرفه فكرا وعلما وثقافة وإيمانا وإيمانا بضرورة التغيير. وهون أنا بريد ركز على الكلمة اللي تفضل فيها سيدة المطران جورج خضر، جورجيوس خضر البعض بيقولوا، اللي قال له فيها لقد انتهى زمن السوء وابتدأ زمن التجدد، اضرب عصاك هش بها على غنمك واطرد اللصوص من الهيكل واذهب إلى بناء الكنيسة المتجددة الآخذة بعين الاعتبار كل الواقع الجديد في المنطقة وفي العالم وبين مؤمنيها. كلام حقيقة، وتزيني أيتها الكرسي بهذه الشخصية الاستثنائية التي ستكون رأس الكنيسة المنطقية المشرقية. فلذلك الحقيقة نحن نغتنمها مناسبة لنهنئ الأرثوذكس جميعا بهذا التنصيب الذي جرى بتوقيت أن هذا البطرك هو ابن سوريا. وعندما سئل البطرك الراعي على ما أظن كيف تتمنون البطرك أن يكون، قال فليكن ابن سوريا، بمعنى ابن المعاناة، ابن الألم، أي رأى أن يكون على رأس الكنيسة ذلك الشخص الذي يفهم هذا الشعب المتألم المجروح الذي يجب أن يوجد له السبل والطرق الآيلة إلى إنقاذه من الحال الذي يتخبط بها. من هون أهمية وجود هذا البطرك ابن سوريا بالتحديد، الذي يفهم معاناة السوريين، يفهم آلافهم، يفرح وخصوصا يفهم معاناة خاصته، لأنه السيد المسيح له المجد بيقول الراعي الصالح هو الذي يعرف خاصته وخاصته تعرفه، واستطرد قائلا إني أعرف خاصتي ليؤكد على أنه الراعي الصالح. وأنا أعتقد أن هذا البطرك بالتحديد هذه الغبطة تدرك رعيتها إدراكا كاملا وتعرفه. طيب دولة رئيس، حتى نسهب في تفصيل هذا الأمر وهذا الحدث، صحيح. نتوقف قبل الشرح مع عناوين الصحافي ومقالتها وزميلنا حسين المقداد. صباح الخير حسين. صباح الخير محمد، لك ولضيفنا الكريم. صباح الخير مشاهدينا الكرام. نبدأ كالعادة بجريدة السفير. لجنة التواصل النيابي أمام أسبوع الآلام، الراعي في دمشق يلاقي اليازجي وهواجس المسيحيين. أيضا في عناوين السفير، زيارة سياسية بامتياز، تونس التوتر السياسي يتصاعد، الإبراهيمي للخطيب تمسك بمبادرتك.
في عناوين النهار: قانون مختلط في نهاية الأسبوع أو الأرثوذكسي، الراعي عاد من سوريا والغطاء فاتيكاني، حزب المرزوقي يسحب وزراءه من الحكومة. هذا ما جاء في عناوين النهار. أما في عناوين الأخبار: إسرائيل تتهيب جبهة الجولان. وفي عناوين الديار: صراع الإخوان المسلمين مع الأنظمة وساعة الحسم أتت، تاريخ التمديد في لبنان وكم جلب ويلات على النظام اللبناني، الأسد يجري تعديلا وزاريا، اشتباكات برية وجوية قرب دمشق. ومما جاء في عناوين البلد: زيارة الراعي لسوريا نجت من التوظيف السياسي. في عناوين الأنوار: مبادرة من كتلة المستقبل لمعالجة قضية عرسال، المعارضة السورية، المحادثات في المنطقة المحررة، الراعي يشارك في تنصيب اليازجي بدمشق. في عناوين البناء: تنصيب اليازجي بحضور الراعي ودمشق، تقدم للعالم مشهدا وطنيا جامعا، سوريا ستجد الخلاص من أزمتها والإصلاحات لا تساوي دم إنسان بريء. نجاد: لا تنازلات عن إيران النووية. بدء الحوار البحريني، اختبار للقوى. وفي عناوين اللواء: مبادرة المستقبل حول عرسال، هيبة الدولة وحصر الخطأ والعقاب، الراعي من دمشق، ما يسمى بإصلاحات وديمقراطيات لا تساوي دم بريء واحد. ومما جاء في عناوين المستقبل: أوباما نهاية الأسد ستأتي عاجلا أم آجلا. في عناوين الجمهورية: الحكومة تحاول إقناع كيري بضم لبنان إلى جولته على المنطقة هذا الأسبوع، الراعي زيارة غير سياسية. في عناوين الحياة: الائتلاف يطرح مبادرة سياسية ومسيحيو الشرق يرفضون حلا عسكريا. وبالعودة مشاهدين الكرام إلى ما كتبته صحف هذا اليوم: خلافا لمرات سابقة من الملاحظ أن كيان العدو يتوقع ردا سوريا على الاعتداء الذي نفذه ضد مركز أبحاث بالقرب من العاصمة دمشق، وفي هذا السياق قال المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرنوت رومبين ياشاي إن الوضع على الحدود الشمالية بات متوترا للغاية، لا بل أكثر من ذلك، إنه قابل للانفجار في أي لحظة. وقال الكاتب إن القلق الإسرائيلي من الرد السوري المحتمل أو المفترض على العدوان الإسرائيلي يوازيه قلق حقيقي من انتقال الأسلحة المخلة بالتوازن الاستراتيجي من سوريا إلى حزب الله في لبنان، لافتا إلى أن حزب الله حصل على صواريخ سكاد دي من سوريا. أكد خلف المفتاح في صحيفة الثورة السورية أن إيران وبعد مرور 34 سنة من عمر الثورة أصبحت قوة ورقما مهما في المشهد الدولي، لا يستطيع أحد كسر إرادتها السياسية. وأشار الكاتب إلى أن العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتسمت منذ انطلاقة الثورة بطابع استراتيجي ومبدئي، لأن البوصلة المشتركة بينهما هي فلسطين والمقاومة ومواجهة العدو الصهيوني الأمريكي. وخلص المفتاح إلى القول إن ما تحققه إيران من إنجازات يجب أن ينظر إليها من كل الدول المجاورة لها على أنها عناصر قوة لهم لا مصدر تهديد، كما تحاول بعض دوائر الغرب تصديره. وفي لبنان تعود اليوم اللجنة النيابية الفرعية إلى اجتماعاتها سعيا إلى اتفاق على مشروع قانون انتخاب، ومن المقرر أن تنهي أعمالها نهاية هذا الأسبوع قبل التوجه إلى اللجان النيابية المشتركة لإنجاز مشروع نهائي وإقراره في الهيئة العامة. وأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة النهار أن تتوصل اللجنة إلى نتائج إيجابية، وقال إنه إذا لم يتفق أعضاء اللجنة على مشروع محدد فسنتوجه طبعا إلى اللجان المشتركة، وسيكون مشروع اللقاء الأرثوذكسي الرقم واحد على طاولة البحث والنقاش. وعند سؤاله عن نية البعض
إدخال تعديلات على مشروع كتلة التنمية والتحرير، فأجاب: المشروع قطعة واحدة، وإذا اقتطع منه شيء انتزع. تصدرت زيارة الكاردينال بشار الراعي اهتمام اليوميات اللبنانية، وفي هذا السياق قالت صحيفة الأخبار إن الراعي حمل عصاه الكاردينالي وصولجان أنطاقية ليقرع أجراس كنائس مارمارون في الشام، مخاطبا الشعب المجروح المتألم في سوريا من دون تحديد هوية سياسية للدماء. ووصفت الصحيفة الزيارة بالتاريخية، وقالت إنه أول بطريرك ماروني يزور عاصمة الأمويين منذ جلاء الانتداب الفرنسي عن البلدين، وتوقيتها السياسي والأمني في لحظة إعادة رسم موازين القوى في الإقليم انطلاقا من الحرب في سوريا، وفي ظل القلق على مصير مسيحييها ومعهم مسيحيو المشرق. أما بيروتيا فلا تحتسب الزيارة برأي الصحيفة إلا بميزان الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، ووسط انكفاء القوات والكتائب وتيار المستقبل عن انتقاد الزيارة التي أزعجتهم. تكفل ممثلوهم الرسميون وغير الرسميين بالهجوم على هذا الانفتاح الماروني الكبير على الكنيسة الأرثوذكسية. قالت صحيفة السفير إن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي تحمل في مضمونها أبعادا سياسية وليست رعوية فقط. وأشار سامي كليب إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد اهتم شخصيا بالزيارة، وأكد الكاتب أن زيارة بطريرك الموارنة هي حدث سياسي بامتياز. الراعي يدرك ذلك ودمشق تدركه، ولعل الجانبين أرادا لهذه الخطوة الدينية السياسية أن تكون رسالة واضحة في مرحلة دقيقة يتقارب فيها الروس والأمريكيون، وتعلو أصوات من المعارضة السورية تطلب الحوار مع النظام. وأشار الكاتب إلى أن الأسد والراعي على علاقة جيدة تكاد تصل إلى مرحلة الود، ويتقاسم الرجلان حاليا قلقين على الأقل: الأول يتعلق بالجهاد وتمدد التطرف الإسلامي في المنطقة، والثاني له صلة مباشرة بوضع المسيحيين في سوريا. أضيف إلى ذلك مؤخرا رسائل بين الأسد والفاتيكان حول كيفية حماية المسيحيين. وبحسب معلومات كليب، يعرف الجنرال ميشيل عون والنائب سليمان فرنجيي ونائب رئيس مجلس النواب سابقا إلي الفرزلي بعض مضامين هذه الرسائل. إليك محمد. شكرا حسين. من حيث انتهى واحد، يعني أنت أحد الذين ظاهر مطلعين على تفاصيل هذه الرسائل بين رئيس الأسد والبطريرك الراعي. استاذ محمد، الحقيقة انه ما في حاجة للاطلاع على رسائل اذا كان عندك حد ادنى من القراءة السليمة بعقل منفتح وبموضوعية. تشهد انه القاسم المشترك هو كبير، وكبير جدا اذا درسنا وضع المنطقة ككل والنتائج التي ترتبت. نحن ما بدنا ننسى، وانا كنت هذا الموضوع مستفيد معك كثير فيه عمدى سنوات عم بحكيك فيه، ولا سيما بالازمه الاخيره، كيف ان التحديات التي تواجه الحضور المسيحي المشرقي هي تحديات كبيره. ابتدات المؤامره على المسيحيين، وانا بلاقي من المناسب مؤامره على المسيحيين. طبعا في مؤامره على المسيحيين طبعا. ولو طيب، الا تتساءل ان الحضور المسيحي في فلسطين المحتله سنة 48 كان 23-24%، لم يبقى منهم 0.5 أو 1%، ماذا يعني هذا؟ طيب في كان في حروب أهلية بالمعنى الاقتتال الطائفي والمذهبي؟ ما كان في سلطة صهيونية تحيك كيفية إنهاء وجودهم. طيب ألا تتساءل كيف أن هذا الحضور في العراق، وهذا كلام قلته مرارا وتكرارا منذ سنوات ورددته حتى مجه البعض، كيف أن هذا الحضور في العراق أنه بس تجي الأساطين الغربية والقوات الأمريكية اللي من المفترض أنه تحت عنوان الديمقراطية القادمة إلى العراق،
انه هودي ما إلهم علاقه مزارعين واساتذه جامعات واقتصاديين وتجار، ما إلهم علاقه بالحياه السياسيه. واذ فجاه تنتهي الامور بانتهائهم. صحيح كل شرائح المجتمع العراقي تضررت، ولكن الضرر الذي حق لحق بهؤلاء كان يدرك الذي الحق الضرر بهم مسبقا ان مجرد ما يحد راح ينتهوا وجودهم نظرا لاعدادهم. اليوم الذي يجري في سوريا، الذي يجري في سوريا بصرف النظر عن تقييمك للواقع السوري والميدان السوري، سينتهي حتما بإذابة هذه الشريحة وإنهائها. سوريا هي مهد المسيحيين. هل هذا نتيجة تلقائية للصراعات أم أنه في مؤامرة تستهدف المسيحيين؟ لا لا لا، من مين؟ طيب. بشكل مباشر لا أقول لك شغلة، أنا بس أعطيك سببين وأقول لك ليك شو بتحقق إنهاء الوجود المسيحي بالشرق. تعرف من وراء المؤامرة، أنت تدرك جيدا أنه تواجد المسيحي في هذا الشرق، هؤلاء هم الشهود الأحياء على مركز ولادة المسيح اللي هي بيت لحم، أليس كذلك؟ نعم. طيب هذه القدس، هذه البيت لحم، عندما ينتهي الوجود المسيحي فيها والحضور المسيحي فيها، شو النتيجة الطبيعية؟ طيب بلاد ما بين النهرين طلع آلهة مثل الإله مترا، طيب وهو قد ولد عن طريق الحبل بلا دنس كما تقول الأسطورة، طيب وانتهت القصة، لا يوجد أتباع عنده، لا يوجد مؤمنين عنده. إنهاء الوجود المسيحي سيجعل إمكانية المعادلة التالتي، سيقال التالي، والوقت تنهي الوجود المسيحي المشرقي بتكون نهاية الكنيسة المشرقية، لأنه الكنيسة باللاهوت المسيحية جماعة المؤمنين. بيقوموا اليهود بيقولوا التالي، فاتيكان هو مرجعية المسيحيين بالعالم، أليس كذلك؟ بيقوموا بيقولوا إنه مكة المكرمة هي مرجعية المسلمين. طيب ما نحن الرسالة التالتي، فالقدس هي مرجعية اليهود. الأمر الآخر، الصراع بين الحضارات في العالم، كل الصراعات الدولية اللي وقعت في التاريخ ما حدا استفاد مثل ما استفادوا الصهاينة. لاحظ الصراع الأول، الحرب العالمية الأولى بالتناقض الكبير أنتجت وعد بلفور، الحرب العالمية الثانية أنتجت زرع الكيان، أليس كذلك؟ الحرب الثالثة اللي هي الحرب الباردة أنتجت تمدد الكيان واكتساب شرعيته من قبل كثير من دول المنطقة. نعم. عندما سقط الاتحاد السوفيتي وتخوف إسرائيل على وظيفتها الاستراتيجية بنظر الغرب في هذه المنطقة كدولة حارسة للمصالح الاستعمارية، شو صار؟ أخذت تفتش عن حرب دولية جديدة، فكانت حرب الحضارات الذي سوق لها كتاب صهاينة بامتياز وعملوا من أجلها، ومن نتائجهم كان المحافظين الجدد بأمريكا. صح. شو حرب الحضارات؟ لا وقت تطلع حتى لكده. ندخل بصل الموضوع. لا لا لا, لا هذا الموضوع وصل له، لأنه ساعتها بتفهم زيارة الراعي على سوريا. بتفهم زيارة الراعي، فيش داعي ما فيش داعي تحلل تعود. وقت تطلع لك واحد مجنون تافه سخيف اسمه القس جونز بيحرق القرآن الكريم من ضيعة بآخر أمريكا، ما بتعرف شو السبب، تتسلط علي الإعلام العالمي. وقت تطلع لك واحد تافه وأسخف بالسويد قال بيعمل لك صور كاريكاتورية للرسول كأنه معش عنده شيء يرسمه. كل هذه أفعال غايتها حقن المشاعر الطائفية والمذهبية كي تجعل هذه المنطقة تقوم بردة فعل يؤدي شو أنقاض الوجود المسيحي والحضور المسيحي، لأنه مش قادرين يوصلوا للسويدية، واحد ببل إيده بالقريب إله بالقريب إله. فإذا شو اللي بده يصير؟ بده يصير في صراع دولي بين أكثرية، بين شرق بأكثرية إسلامية وغرب بأكثرية مسيحية، يثبت استقرار إسرائيل والصهاينة. الحضور المسيحي المشرقي هو الذي ينفذ هذا الصراع، هو اللي بيجهد، لأنه عبر الكنائس الغربية، وهون وصلت للكبشة للربط، حضور الكنائس الغربية في المنطقة وعلاقة الكنائس المشرقية بكنائس العالم. مين كان في امبارح؟ كانت الكنيسة الروسية، الكنيسة الرومانية، الكنيسة البلغارية، الكنيسة الأوكرانية، الكنيسة اليونانية، الكنيسة القبرصية، الكنيسة
كل هاي بتمثل ملايين ملايين من البشر، وهذه قيادات فاعلة. الكنيسة الروسية هي الحاكمة في روسيا عمليا، كان الفاتيكان والسفير البابوي والكنائس الغربية التي تنتمي إلى هذه المؤسسة العظيمة، الكنيسة الفاتيكانية قيادة الفاتيكان، كان السفير البابوي، وأتى رمز الحضور الفاتيكاني في الشرق البطريرك الحر صاحب الإرادة الحرة، هذا البطريرك العظيم، أعني به بطريرك أنطاكيا للطائفة السريانية المارونية، وأعني به حصرا البطرك الراعي. وقت كل هذا الحضور إجا ليعمل وين؟ إلى مهد المسيحي الأول، أنطاكيا التي أخذتها تركيا والفرنسوية عطوها إياها جايزة طردي، عرفت عليك، هي مهد، كانت 200,000 عاصمة المسيحيين الأولى بعهد بولس الرسول. لذلك هذا المشهد الرائع، هذا المنظر الاستثنائي الذي طرأ أمامك اليوم، هو منظر ليس حضور مسيحي المشرق فقط، هو حضور العالم في قلب هذا الشرق، قلب هذه العروبة، قلب هذا الإسلام. هو أنك تقول شو؟ تقول لا، التعايش هو الأساس، وأن هذه الحضارة المشرقية هي حضارة طبيعية، هي جزء من الرسالة الإسلامية، هي جزء من الرسالة المسيحية. أنت لو تشوف كان ممثل المفتي الجمهورية الشيخ حسن قاعد على يمينه، وكان وزير دولة شؤون الأوقاف إجا مع وفد كبير من أصحاب الفضيل المشايخ، تعرفوا بيخطب البطرك يوحنا العاشر، هذا أمر ما بيصير بالكنيسة، يجب أن يعلم العالم، ما يعتبروه حدث عادي، أنه المؤمنين الموجودين بالكنيسة كلهم مسيحيين، مسيحيين سريان، مسيحيين أرثوذكس، مسيحيين كاثوليك، مسيحيين صحيح، من كل الطوائف، فاتوا شافوا المنظر، فايتين ليساهموا بحفلة التنصيب وبهذا الاحتفال الوطني الرائع التاريخي. حلقة الزئيف، تصفيق، هذا التصفيق، هذا وجداني، هذا نابع من الأعمال، لما فاتوا المشايخ، هذا كأن وقت فاتوا المشايخ، هذا ليبعثوا برسالة أن التمسك بهذه الوحدة الوطنية في سوريا، التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات، هو عمل إيماني، فعل إيمان جديد بسوريا الوحدة الموحدة، وبالتالي بشرق يعكس الحضارات التي صنعت على أيدي المسيحيين والمسلمين. وهذا ما قاله صاحب الغبطة البطل محمد العاشر بكلمته، وقال لهم، قال لهم نحن لسنا فقط شركاء، نحن بنينا حضارة هذه المنطقة. صحيح. سويا كويس. أنت لازم تعرف أنه أيام الرسول الدعوي المحمدي حوران كانت 33 مترانية، يجب أن تعلم أنه اليمن كانت 12 مترانية، يجب أن تعلم أنه هذا الانتشار المسيحي والإسلامي هو الذي بنى حضارة هذا الشرق، تجسد بالأمس في هذا الاحتفال العظيم في كنيسة الصليب. تيرني، يعني هذا الكلام قد يوافقك عليه كل من يسمعك اليوم دولة الرئيس، لكن قد يقال أنه هذه الرسالة الإنسانية المسيحية الإسلامية التعايش قد لا يخالفك عليه، لكن هل هناك من مضمون سياسي في هذا التوقيت بالذات وفي المكان بالذات في بفعل ما يجري في سوريا؟ لأنه فيه كيف تفسر إذن الحملة القوية التي يعني تأتي اعتراضا على هذا المشهد في سوريا وعلى تحديدا زيارة البطريرك الراعي؟ لا، أولا خلينا نميز بين ردة الفعل من بعض المحليين والقراءة الكبرى، يعني ردة الفعل من بعض المحليين شغلة استطراطية هلأ من ناقشها نحكي فيها يعني بقدر ما بتستاهل. خلينا نقول انه زيارة صاحب الغبطة البطرك الراعي طبعا خارجة عن السياق التاريخي، صحيح، اول زيارة لاول بطريرك ماروني الى سوريا، من كانت انتداد. وظيفة الكنيسة المارونية كما شيء لها او رسم، وظيفة تتعلق بلبنان، تجسد الارادة المسيحية الحرة على الارض اللبنانية. اليوم وظيفة الكنيسة هو قراءة ذاتية، وستتذكرون مع الوقت انه هذه قراءة تقع في محلها. وهلأ بربط لك اياها بالواقع اللبناني، تعرف باستراتيجيا شو بيتحير. اليوم تخرج عن هذا السياق، الكنيسة المارونية اليوم اوكل الى، مش اوكل من شخص من طرف، اوكل من حيث مهمتها الرسولية،
أوكل لألا لأن تعود لتلعب دور الإنطاق المشرقي الطبيعي. زيارتها للأرثوذكس لتنصيب أرثوذكسي بطرك أرثوذكسي كبير صاحب الغبطة مش تخرج فقط عن المجاملة الطائفية سبق وصارت أنا في أيام اليس الرابع قبل برجيلي اليس الرابع بطرك أنا بصراحة طب ما طلع البطرك صحيح. فإذا تخرج عن طابع المجاملة الطائفية وتدخل في شقين شق ديني وشق لا يمكن أن تفصل عن الواقع السياسي واضح؟ طيب شنو الشق الديني اللي لازم أنت يعني تعرفه والرأي العام لازم يعرفه؟ هذه الكنيسة المارونية بما تمثل هذه كنيسة عظيمة هاي الكنيسة المارونية تاريخ الموارنة تاريخ عظيم هذا التاريخ اللي استطاع هذا أرسى العولمي قبل وجود العولمة لأنه هذا الانتشار الماروني الضخم في العالم عديد. أعطى لهذه الكنيسة قوة استثنائية بتنظيمها بجامعاتها بمستشفياتها برهبانياتها. شو حدسك عن الرهبانية اللبنانية عن الأنطونية عن الكريميين عن المريميين عن عن طيب وقت بدها تطلع لفوق شو معناتها؟ معناتها أعلنت أنها تريد أن تلعب الدور الأنطاكي الدور المشرقي. شو يعني الدور الانطاقي الدور المشرقي؟ يعني ضمن هي شريكة في كنيسة القدس في كنيسة القيامة. اسمعني شو أقول لك هاي دي قصة هاي لقطة وقف عنا نوقف عنا شوي بدك بالمستقبل تتذكر شو يعني طيب. شو يعني لايك خلينا نعمل سيناريو افتراضي طالما عايشين بعهد الافتراض عالم الافتراض هاي اللي بعض وسائل الإعلام تنبسط فيه. خلينا نعيش عالم افتراضي نقول في قوس للأزمات في المنطقة في اتجاه عالمي بإعادة انتاج بعض الحلول للمنطقة من جملتها حل مشكلة فلسطين المحتلة من جملتها مركز المراكز الدينية مش معنا أن نقول الصهاينة إلهم غاية وضع اليد واعتبار القدس عاصمة أدبية إلهم ويريدون إخلاء المنطقة من المسيحيين المشرقيين صحيح. وبالتالي إلغاء الكنائس المشرقية كي يستفردوا بالقدس ويحولوا كنيسة القيامة إلى ذكرى من الذكريات الأثرية مثل ما في قلعة الحصن يعني موقع سياحي موقع سياحي شو عم نقول هلأ؟ طيب إذا كان هذا الأمر لا يصح أو ما صح من الذي سيتولى وضع التفاوض من أجل المراكز الدينية إما الغرب وبيعتبر تدخل غربي بشؤون الشرق وبشؤون العرب أو أبناء هذه المنطقة الأصليين لهم الكنائس أصحاب هذه الكنيسة كنائس الشرقية واضح الكلام ليش في ملامح لهيك شيء دولة الرئيس كله بده ينطرح كله بيتهيأ قبل بوقته كله بيتهيأ قبل بوقت اسمعني شو بقول لك هلا ما تفكر بالسياسي شو بدنا اذا شو بدي بالسنه والسنه الجايه شو بدي السنه والسنه الجايه عم بحكيك بالاستراتيجيه طيب هذه الكنائس هل يجوز ان يستفرد الروم هل يجوز ان تستفرد الكاثوليك هل يجوز ان تستفرد الكنيسه الروسيه هل يجوز ان تستفرد الكنيسه اليونانيه هل يجوز ان يستفرد الفاتيكان الكنيسه المارونيه هي التي تمثل هذا الحضور بمعناه الواسع فيأتي إخاء وتضامن مع بقية الكنائس المشرقية وبالتحديد الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية التي تجسد أكبر كنيسة في المنطقة في المشرق العربي لتؤكد على عملية وحدة المسيحيين الذي تحدث عنها البطرك يوحنا العاشر بأي منطق بمنطق متقدم أنا أستطيع أن أقول أن قداس الأمس كان إعلان وحدة المسيحيين مش إنه التمهيد مش تمهيد شو قال؟ قال كلام مهم قال نحن كله. لن نصلي لوحدة المسيحيين بل سنعمل حتى أن نشترك أن نؤدي الكأس مشتركا وبالتالي الكأس الخلاص كأس الكنيسة المقدسة هل هذا نابع دولة الرئيس خدمة الأسرار هل هذا نابع ونتيجة لإحساس المسيحيين بالمؤامرة اللي حكيت عنها بالأول وبالخطر الداهم الذي يتهدد الدور فضلا عن الدور الوجود طبعا. يعني الإحساس بالخطر هو جعل هذا الحدث الاستثنائي هذا محفز كبير محفز كبير لأنه لم يعد هناك أي معنى